ودت بيروت على جمعاتك اللي هي جمعات الخير، هالموائد الرمضانية وهالمرة القرية الرمضانية اللي فعلا كانت مميزة، ونحن هلا صرنا بأواخر الشهر الفضيل، شو بتحب تقول لأهالي بيروت بهيدي الجمعة الحلوة اليوم؟ أول شيء إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع، بنتمنى لهم المستقبل يكون أحسن من الماضي، لأنه نحن اليوم بهالبلد وخاصة بلبنان بالمشاكل المنطقة كلياتها، بعدنا فينا نقعد كلياتنا بإسلام مسيحية سنة وشيعة ودروز، بنقعد ناكل ونحكي. هيدا الشيء يلي نحن العالم بيفقده. لو فينا نتعلم كيف لما نكون قاعدين بهيك جماعات نبني السياسة على أساسها، بعتقد لبنان بخير. يلي عم يصير اليوم بالعالم إن كان بالعراق ولا كانت بسوريا ولا كانت بعملية اللحظة، لو سمحت ما فيك تكون هون، أوكي؟ بس لأنه بتضيع كلام. بقى لما بتجي بتطلع على بنشوف شو عم يصير، طيب اليوم الخليج بتعرفي صار في مشاكل فيها. نحن بنتمنى الخير لكل البلاد العربية لأنه احنا ما عندنا مصلحة إلا يكون في سلام، لأنه ما تنسى نحن معظمنا مستفيدين، عندنا 400 ألف لبناني عايشين منطقة الخليج، بنتمنى لأهل الخليج إنه يوصلوا للتسويات ويكونوا بسلام ويحافظوا على أمنهم. بس نحن اليوم إذا قادرين نفرجي العالم والمستثمرين إنه عندنا دولة، عندنا مؤسسات دولة، عندنا مجلس نواب، عندنا وزارة فيها شفافية، أنا شعوري إنه بيروت فيها ترجع تاخذ محلها مش مثل ما كانت بالسبعينات، بس أكيد أحسن بكثير من إحنا اليوم موجودين فيه. من هون أنا بقول عندنا مصلحة إنه ناخذ الجو رمضان، جو المحبة اللي إحنا مارقين فيه، اليوم في عندنا انتخابات صارت وصار في عندنا رئيس جمهورية، صار في عندنا حكومة توافق، لسوء الحظ مددوا لحالهم مجلس نواب، بس خلينا نطلع على الإيجابيات تبعها، في مبدئيا خريطة طريق لتحسين هالبلد، وأنا بتمنى انه كلياتنا نحط ايدينا بايدين بعضنا ونعتبر هالشهر رمضان الكريم يكون بدايه انطلاقه لكل اللبنانيين واهل بيروت يكونوا مع بعض. صحيح، وخاصه انه جيلنا الجديد بحاجه فعلا لمين يرعاه، اعاده توعيه، اعاده توجيه، ونحن بنعرف انه مؤسساتك عم بتتابع هيدي الامور، فشو بتحب تقول لهيدا الجيل الجديد؟ نحن مثل ما بتعرفي عم نساعد الجامعات، عملنا اليوم انا اللي خوفي انه اليوم عم نخرج محامين ومهندسين واطباء، معظمهم عم يطلعوا عاطلين على العمل من اول ما بيطلعوا، لانه التقنيات اللي عم نعلمهم اليوم بالجامعات هي تقنيات القرن العشرين. اليوم نحن بالاليو بالتوافق مع باقي الجامعات عم نعمل مركز للابداع، مركز الابداع يعني شو في تقنيات بالعالم تنحول اقتصادنا من اقتصاد ريعي لاقتصاد بالاخر رقمي. اليوم يعني المهندس لما بيطلع اليوم نحن قد ايش فيه خليه يعمل مهندس بدبي لما بدي يعمر اعلى بنايه بالعالم واوطى بنايه بالعالم، ما بدنا نعطيهم المقومات يلي على اساسها فيهم يشاركوا بهالموضوع. هيدا اللي نحن عم نعمله، لانه انا بعتقد من واجبنا نحن اذا بدنا ننجح ان نخلي هالجيل يحس انه بعد في له محل بهالبلد مش بالشوي اللي نحن عايشين فيه. في النفط والغاز مثل ما بتعرفي نحن عم نشتغل فيه، اتفشنا بموضوع الشفافيه، طبعا في كثير سياسيين انزعجوا من كلامنا لانه نحن اثرنا انه عمليه ما تسرقوها يا جماعه، وصلنا لهالبلد ب 77 مليار دولار رسمي فعليا عم نحكي فوق ال 100 مليار دولار، طيب ما ضروري نسرق للجاي سمين سلف، هون اللي نحن عم نتفش فيه، اذا الشباب شايفين في امل لهم حابين يضلوا بهالبلد نحن ايدنا بايدهم، لانه انا مثل ما بتعرفي ما عندي مصالح بهالبلد، اوكي؟ انا بالنسبه لي لبنان بلدي بحب اعيش فيه وخلي احفادي يعيشوا فيه. بس بالنتيجة عنا هالشباب يلي اليوم 60% من شعبنا تحت عمر 30 سنة، لما نحن عم نخرج سنوية من زيد بسوق العمالة بحدود نص المتبقيين يا بيسافروا يا بيكونوا عاطلين العمل، ما بتصير يا حرام. نحن اليوم بعالم السوشيال ميديا والعملية التقنية يلي كل واحد موجود بيعرف 100% شو عم يصير، إذا ما شايف إله أمل أنا مني شايف إنه بالآخر رح يكون حابب يقعد بالبلد، وفوق هيك مع الوقت إذا العقول كلياتها تركت شو راح يصفي بهالبلد؟ بدنا السياسيين؟ لا يا خيي، نحن بدنا الشباب حتى يغيروا السياسة. بنحيي روح التوعية الحلوة اللي عندك، الروح الخيرة، واللي عن جد هيدا اللي راح يبقوا، هن بنراهن على هيدا الشباب هن اللي راح يبقوا لنا بالمنطقة. شكرا لك. كل عام وانتم بخير. من القرية الرمضانية للأستاذ فؤاد مخزومي يلي جمع الآلاف والمئات من الأهالي على موائده الخيرة، وإن شاء الله يا رب بتدوم هيدي الجمعات مستمرة ببيروتنا. رمضان الخير جمعنا،
ونحن اليوم بوداع الشهر الفضيل، هيدا الشهر يلي جمع العديد من العائلات والمئات والآلاف على موائد وحدة هي موائد الرحمن. هيدي الموائد نحن كنا اليوم باستضافة السيد فؤاد مخزومي والقرية الرمضانية يلي تمتعت فعلا بسحر مميز لهيدي الليالي الرمضانية يلي جمعت الجميع من كافة المناطق، من كافة الطوائف ومن كافة الانتماءات. كل عيد وأنتم بألف خير.